بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيفنا في حلقة هذا الأسبوع معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية. بداية مرحبا بك يا دكتور، ونورت كوريا. أهلا وسهلا، وأنا سعيد بهذا اللقاء. نحن أكثر سعادة ونتعرف على هذه الزيارة، يعني أبعادها وأهدافها. الزيارة هي تأتي استجابة لدعوة من الجمعية الوطنية الكورية ومن معالي رئيس المجلس الرئيس لهذه الجمعية اللي تقابل البرلمان في البلدان الأخرى، والمسميات تختلف ولكنها هي البرلمان في كوريا، لحضور الملتقى الثاني لرؤساء البرلمانات والمجالس الشورى في دول العشرين الجيتوين. وكيف كانت المشاركة السعودية في هذه الاجتماعات يا دكتور؟ كانت والله الحمد المشاركة فعل اللقاء الأول، المشاركة الأولى كانت في كندا في الاجتماع الأول، ودعت كوريا إلى هذا الاجتماع، فكان يعني لدى كوريا فترة طويلة جدا للإعداد، إضافة إلى ما عرف به الكوريون من القدرة على التنظيم وحسن التهيئة والاستقبال، فأضفت على هذا الاجتماع يعني معاني تامة ساعدت على نجاحه. وكل هذا أجمع جميع من حضر بأن هذا من أنجح اللقاءات التي تمت. هذه أول زيارة لمعاليكم إلى كوريا؟ هذه الزيارة الثانية. الزيارة الأولى عندما كنت وزير للعدل، وكان هناك مؤتمر للفساد، مكافحة الفساد، ومؤتمر دوري بين الدول، وعندما أقيم في كوريا حضرت لهذا المؤتمر، وهذا هو هذه الزيارة الثانية. وكيف ترون كوريا معالي؟ وإن كانت الفترة ليست بعيدة، لكن كأنني في بلد جديد. يعني تغير في كل المرافق العامة وفي الطرق وفي الأشياء التي يحتاج لها سواء القادم والوافد أو المقيم. والأهم هو انضباط ودقة المواطن الكوري في أداء عمله، هذا يلفت نظر القادم ويجده يختلف من سنة إلى سنة. طيب نعود للمؤتمر يا معالي الدكتور، ويعني هناك موضوعات متنوعة وكثيرة جدا، بعضها يخص التنمية وبعضها يخص مكافحة الإرهاب، فكيف تم اتخاذ قرارات في هذا الشأن بين الدول المشاركة؟ الدول المشاركة، فكرة قيام مجموعة العشرين هي الدول الغنية والمؤثرة في العالم اقتصاديا وسياسيا، تجتمع لا لأجل التنسيق في التعاون فيما بينها، يختلف عن المؤتمرات الأخرى وإن كان هذا الشيء مطلوب، لكنها تجتمع لنقل ما لديها من تخطيط ومن مال ومن قوة وتأثير للعالم. ونشأت هذه الفكرة بعد المشاكل التي واجهت العالم، الكساد الذي حصل والأزمة المالية وزيادة الفقر واتساع المشاكل بين الدول الغنية والدول الفقيرة، فخططت الدول الغنية والقوية أن تجتمع ثم تقدم للعالم رؤية جديدة تقوم على أساس الدعم والمساعدة. فالتعاون الموجود في هذا المؤتمر يختلف عن أي مؤتمر آخر. المؤتمرات الأخرى تجتمع للتعاون فيما بينها هي لمصلحتها هي، هذا الاجتماع لا، إنما يبحث كيف تساعد هذه الدول الأخرى وكيف تمتص المشاكل الموجودة في العالم سواء سياسية أو اقتصادية. وإن كان الجانب السياسي متروك يعني له شق آخر، لكن هذا هو الفكرة. اجتماع قمة العشرين جت المجالس الشورى ومجالس النيابية لكي تقدم الرؤية القانونية والرؤية التنظيمية لهذا المفهوم. يعني مثلا كان من ضمن الأشياء التي قدمت في مؤتمر كوريا الإرهاب، فنحن لا نتكلم عن الإرهاب من جانب كيف نقبض على الإرهابي، كيف نجفف منابع الأموال التي تعطى الإرهاب، هذا له جهة أخرى تبحث. نبحث
كيف نرفع من مستوى الدول الفقيرة لكي لا يتولد الإرهاب في داخلها؟ كيف نقلل من ضغط الدول الكبرى على الدول الفقيرة وعلى الدول الصغيرة؟ من أين يتولد الإرهاب؟ يعني في الجوانب التي هي من اختصاصات المجالس البرلمانية في الآن. طيب يعني فيما يخص هذا الموضوع تحديدا معالي الدكتور، يعني هل توصلتم إلى قرارات أو نقاط محددة؟ يعني حصل شرح لهذا المفهوم، وأن القضية ينبغي أن لا ينظر إليها على أنه مجرم وحكومة تقبض عليه وتعاقب وقانون يعاقب، وإنما نبحث عن الأسباب، وأن يكون بين اتصال مستمر، وأيضا أن نلتقي بالفقراء في العالم وأن نقدم لهم ما لدي الدول هذه من تكنولوجيا ومن علم ومن مال ومن حتى نقضي على أساس الإرهاب، الفئة التي يعني البيئة التي نشأ فيها الإرهاب. هذا معناه معالي الدكتور إن كان في اتفاق عام على مفهوم الإرهاب مثلا وأيضا مفهوم التنمية بين الدول المشاركة؟ يعني بشكل عام نعم، في هناك مفهوم الإرهاب أصبح الآن شيء معروف يعني متعارف عليه، يعني التعريف الدقيق اللي هو في مؤتمرات مكافحة الإرهاب مثلا يبحث وزراء العدل ووزراء الداخلية، يعني هذا يحتاج إلى تجريم. نحن لا نبحث عن كيف نجرم هذا المجرم هذا الذي أرهب، أو الذي نحن نبحث عن كيف نجعل الشعوب والدول بعيدة عن الإرهاب، كيف نساعد الناس أن يتخلصوا من حتى الذي ارتكب مشكلة وجريمة، كيف يتوب، كيف يعود، كيف نقدم له فرصة عمل، كيف يعني هذا هو من الجوانب التي بحثت. طيب معالي الدكتور، يعني معروف أن المملكة العربية السعودية هي الدولة العربية والإسلامية الوحيدة ضمن مجموعة الـ20، ليست الإسلامية ربما الدولة العربية الوحيدة، وأيضا ربما أكبر دولة إسلامية مشاركة في المجموعة. وإذا في اجتماعات رؤساء البرلمانات، هل هناك أي اختلافات في التشريعات يمكن أن تفضي إلى اختلافات في التوجهات فيما بعد؟ أبدا، لأن الغاية كما ذكرت نبيلة، الغاية هي كيف نجعل العالم عالم بعيد عن المشاكل، عالم بعيد عن الفقر، كيف نساعد الآخرين، كيف نساعد فيما بيننا نتعاون للوصول إلى هذه الغاية. فليس هناك يعني أي مشكلة، وحتى موضوع الدعم، ويعني الدول التي المملكة يمكن من الدول أهم دولة في العالم في الدعم بعد الولايات المتحدة من حيث الرقم، ولكن من حيث الدخل القومي المملكة في دعم الدول الأخرى هي الدولة الأولى في العالم. يعني إذا أخذنا ميزانية الولايات المتحدة رقما هي أكثر دعم، لكن لو قارنا الرقم الذي صدر من الولايات المتحدة للشعوب بحجم الميزانية نجد المملكة تقدم أكبر دولة في العالم نسبة، نعم، للنمو الاقتصادي في المملكة، الناتج المحلي للمملكة. المملكة هي الدولة الأولى في العالم تقدم دعم للدول الأخرى في حسب الناتج المحلي، وهذا مقدر. ويعني عندما عرضنا استضافة المؤتمر القادم رحبت الدول جميعا، ومع أن القمة القادمة ستكون في فرنسا، فمن باب أولى أن يكون هناك فرنسا، ولكن عندما عرضت المملكة الرغبة كل الدول بما فيها فرنسا يعني أيدوا، وتقرر أن يكون اللقاء القادم في المملكة العربية السعودية إن شاء الله. إن شاء الله تنجحون في استضافة المؤتمر القادم معالي الدكتور، ويعني كيف ستعدون لهذا المؤتمر، وفي تصورك يعني كيف ما هي الموضوعات التي ستطرح عليه في ضوء نتائج هذه الاجتماعات والاجتماعات الأولى؟ حتى الآن نحن لا نريد أن نكرر ما طرح في كندا ولا ما هو في سيول الموضوعات، والآن نحن نبحث عن الموضوعات المهمة، ونريد أن يكون في اجتماع المملكة اجتماع تحول. يعني سنجعل هناك جدول أعمال مسبق يرسل إلى الدول ويطلب منها أن تعدل وتقدم وتقترح الموضوعات. عندما كنا في كندا أو في سيول الذي وضع الجدول الأعمال هي الدولة المضيفة، وليس مثلا المملكة مشاركة في جدول الأعمال، ليس، وقدم لنا واجتمعنا حولها. هذا نموذج للممارسة الديمقراطية والشورى. إن شاء الله من الاجتماع القادم سنطلب من الدول أن تقدم لنا رؤى حول ما الذي نجعله في جدول الأعمال، وهو لن يخرج عن هذا المفهوم. طبعا من حق الدولة المضيفة أن تستدعي دول أخرى غير الدول الـ20. إذن هل ستستدعون بلا شك؟ نعم، الدول العربية الشقيقة،
وسنستدعي من دول آسيا ومن دول أفريقيا الدول التي يعني ستستفيد من هذا المتوى. وقد يكون الدول التي لديها مشكلة اقتصادية أو مشكلة سياسية حتى تستطيع أن تتباحث مع هذه الدول المجموعة. إن شاء الله موفقون معالي الدكتور. ويعني في النهاية أريد فقط يعني تعريف المستمعين بالنظام البرلماني في المملكة العربية السعودية، وحضرتك ترأس يعني هذا النظام. المملكة العربية السعودية لديها نظام مجلس الشورى فقط، غرفة واحدة كما عبر عنه، وهو يعادل البرلمانات في العالم، وهو عضو في كل البرلمانات الدولية، ويمارس فيه جميع ما يمارس في البرلمانات الأخرى من الرأي ومن التصويت ومن التعبير عن وجهة نظر الأفراد والدولة. أيضا تقدم وجهة نظرها، قد يقبل وقد لا يقبل، قد ترد اللجان بشيء يعني. فهو يعني هو مجلس الشورى لا يختلف عن أي برلمان آخر، سوى في الانتخاب أعضائه وفي تعيين الأعضاء له نظام مختلف عما هو موجود، وهو نظام إسلامي يعني أتى به الإسلام ليجعل المسلم يتكلم ويعبر، وألزم يعني المسؤولين بأن يكونوا مع المواطنين في تشاور وفي، وهذا هو مصداق الآية الكريمة في الدعوة إلى الشورى. معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الشيخ رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، تشرفنا بهذا اللقاء ونشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح إن شاء الله. شكرا، وأنا أشكر الإذاعة الكورية وأشكرك أنت على هذا المستوى من الفهم والأسلوب الراقي في اللقاء، وأشكر جميع العاملين في هذه الجهاز المهم، وأتمنى إن شاء الله العلاقات السعودية الكورية أن تكون في ازدهار، وهي إن شاء الله مستمرة في ذلك إن شاء الله. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا.